طيب احنا لسه في اجواء الفرحه واجواء الفوز ببطوله الدوري، مسيطره يمكن على الشارع المصري دلوقتي. بطوله الدوري وبطوله غاليه ولقب ورا لقب، وبطل الاهلي هو رقم واحد معروف عبر التاريخ. بنتكلم في 138 بطوله بتزين دولاب بطولات الاهلي، مشوار حافل بالبطولات كالعاده. الاهلي صاحب الارقام القياسيه، وده الحقيقه فرق شاسع قوي بين الاهلي وبين الفرق. صحيح التاريخ. هو ده النادي الاهلي، فرق شاسع، ودايما الاهلي بيحطم الارقام القياسيه. 42 بطوله من 61 بطوله، ده رقم كبير جدا جدا. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي فاز ببطوله الدوري 9 مرات متتاليه، يعني هو دوت النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب اللقب 3 مرات متتاليه، وده ان شاء الله. وده خلي بالكم، ده السنه دي ده رقم 5، يعني اللقب الخامس على التوالي، وان شاء الله باذن الله الألقاب في يعني متتالية للنادي الأهلي، ويفوز بيها إن شاء الله الموسم اللي جاي. لكن قصر الحواجز وقصر الأرقام القياسية هو ده دايما من أهداف النادي الأهلي، ودايما متعودين على دوت، ودايما متعودين إن شاء الله إن يكون في انتصارات. وزي ما احنا اتكلمنا، مش بس على مستوى الكورة يا سهام، احنا بنتكلم على كمان على مستوى اللعبات الجماعية في النادي الأهلي.